من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الثالث عشر على خليجية.
السلام عليكم ورحمة الله، طابت أوقاتكم بكل خير، وحيكم متابعي برنامج كورة الحادي عشر والنصف، موعدكم الثابت والمعتاد لآخر المستجدات في ساحتنا الكروية الرياضية. هذه المرة ليست محلية وإنما عالمية، على مدى أسبوع رياضي حافل بالتأكيد عالميا ما بين السوبر الأسباني، مرورا بما نتابعه حتى الآن والمباراة جارية بالسوبر الإيطالي، انتظارا إلى قمة الأحلام يوم غد ما بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر. تفاصيل هذه الحلقة ستدور في هذا الإطار والأبرز في العناوين. أسبوع تاريخي رياضي بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قائد الرؤية وقائد الطموح نحو حلم الشباب. موسم الرياض يحقق التميز عالمياً ويجذب أنظار العالم بنزعة ابتكارية وفكرة لقاء النجوم. موسم الدرعية يكرر نجاح كأس السوبر الإيطالي بعد نجاح السوبر الإسباني. بقيادة الأرجنتيني غالاردو، نجوم الهلال والنصر يكملان استعداداتهما لمواجهة كأس موسم الرياض مساء الغد. ميسي ونيمار ومبابي في مواجهة كريستيانو وكاريو وتاليسكا وسالم الدوسري. عناوين هذه الحلقة بحاجة إلى الرأي، ورحب بنجوم كرة في هذا المساء. ماجد التويجري، أبو تركي، مساك الخير. يا هلا أبو نورة، مساءك عالمي دائما، أهلا وسهلا. حياك الله أبو فيصل، مساء الخير. يا هلا، مساء النور لك ولكل المشاهدين، مساء الخير للإخوان كلهم الحضور. أبو نايف، مساك الخير. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي الزملاء الأعزاء الكبار. أحمد العقيل أبو عبد العزيز، مساك الخير. يا مرحبا فيك وفي الإخوان، وإن شاء الله حلقة تنال رضا المتابعين بإذن الله. جميل، بالتأكيد نحن بانتظار نهاية مباراة السوبر الإيطالي الجارية حاليا في استاد الملك فهد الدولي، التقدم للإنتر الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء على مشارف نهاية المباراة، ربع ساعة فقط تفصل الإنتر عن هذه البطولة والسوبر الإيطالي. يوم غد بالتأكيد الحديث سيكون أوسع في هذا الأمر، المشهد العالمي فيما يخص الرياضة سيكون جذب الأنظار إلى الرياض، تحديدا استاد الملك فهد الدولي، 8 مساء موعد للقاء نجوم نهائي كأس العالم الأخير، ميسي ونيمار أو مبابي، بالتأكيد في أمام نجوم عالميين يتواجدون في الدوري السعودي وفقا لدعم المسابقات المحلية السعودية، تطوير الرياضة السعودية، دعم الشباب. يوم غد كريستيانو رونالدو، تاليسكا، كاريو، والسعودي سالم الدوسري وغيرهم من الأسماء في عالم كرة السلة فقط يطلق عليه مباريات الأحلام أو فرق الأحلام، لكن أعتقد أن يوم غد ستغير وجهة كرة القدم وسيتغير بعض المسميات لها، ليكون فعلا يوم غد أو هذه المباراة هي مباراة الأحلام. كل نجم تتابعه أجيال كرة القدم سيتواجد يوم غد في استاد الملك فهد الدولي. أساطير القرن الجديد إنجاز التعبير، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي سيتواجهان مرة أخرى في الرياض هنا في إطار موسم الرياض. مدخلنا إلى هذه القمة العالمية في التقرير القادم. ليلة تاريخية لا ينساها الرياضيون، وأمسية تفوق خيال كرة القدم في موسم الرياض الذي اعتلى فوق الخيال، بدعم سخي مستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أمير الرؤية وقائد الطموح نحو حلم الشباب. ها نحن نعيش واحدة من أجمل أيام الشتاء، حيث موسم الرياض الذي رسم صورة مبتكرة لتنظيم الأحداث، 15 منطقة توزعت داخل محيط العاصمة اختلف مضمونها واتفقت في خيالها. إيماجينيشن بارك والبوليفارد سيتي والبوليفارد وورد ووينتر ويندرلاند ومناطق أخرى وعالم من العروض العالمية والحفلات الغنائية والبطولات الأشهر على مستوى العالم، لتصل أرض الرياض بصداها أقطار الكرة الأرضية، أكثر من 12 مليون زائرا منذ افتتاح الموسم حتى الآن، ومئات النجوم حضروا من كل القارات ليحيوا عديد المناسبات بأسلوب مختلف.
اليوم نحن على موعد مع مواجهة ينتظرها الملايين، نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان بألمع نجومه في أمسية كأس موسم الرياض هنا على أرض العاصمة السعودية، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الرياض والساعة الأهم بتوقيت الرياضيين في ميدان استاد الملك فهد الدولي، والذي يتسع لأكثر من 70,000 مشجع وسط أجواء باردة تصل إلى 12 درجة مئوية وأجواء ساخنة على أرض المستطيل، حين يلتقي كريستيانو رونالدو وميسي في تحدي تاريخي يترقبه الكل، وبحضور النجوم الأعلى متابعة امبابي ونيمار وسيرجيو راموس وغيرهم من كوكبة نجوم الفريق الباريسي الذي يبلغ قيمته السوقية أكثر من 914 مليون يورو. وحين يجتمع خصوم الأمس ليكونوا أصدقاء اليوم، سالم الدوسري وتاليسكا وكاريو ومارتينيز وبقية النجوم التي تمثل أندية الديربي بقيمة سوقية مجتمعة تبلغ أكثر من 128 مليون يورو في مباراة حصدت أكثر من 2,000,000 طلبا بعد طرح تذاكرها بأربع ساعات فقط، وليتم الإعلان من أجلها عن تذكرة خاصة، تذكرة فوق الخيال تسمح لحاملها بحضور مراسم التتويج وتكريم الفائز والدخول إلى غرف الملابس، كتذكرة غير اعتيادية طرحت في مزاد علني ووصلت إلى 10 ملايين ريال يعود ريعها إلى منصة إحسان الخيرية. مواجهة عالمية ننتظرها بشغف تفوق وصف الخيال. بالتأكيد شعار موسم الرياض على مستوى فوق الخيال، وأعتقد أن مثل هذه الجانب من الموسم الرياضي بالتأكيد هو فعلا فوق الخيال، لكن من نظرة أوسع ومن زاوية أعم، ومن يتابع حصاد الرياضة بشكل عام وتطور المناسبات الرياضية لابد أن يشير إلى أن هناك رؤية تستهدف تحقيق تطلعات المواطنين، تستهدف تحقيق استضافات عالمية. كان الحقيقة في بداية الرؤية تحديدا مع الوثيقة في عام 2016 مثل هذا النص غير واضح، يعني استضافات عالمية وش ممكن يصير استضافات عالمية؟ الأسبوع هذا خير مثال أنك تفتح وتقول له راجع الأسبوع الحالي، شوف مثلا دكار هنا، إسباني هنا، إيطالي هنا، بكرة باريس، ميسي، كريستيانو. هذا مثال بسيط للمستهدف اللي كان معلن من 2016. طبعا مع المقدمة أبو نورة اللي أنت قلتها، يعني الواحد يعني يجد نفسه أمام أنه يقول الحمد لله على نعمة هذا الوطن، الحمد لله على نعمة القيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد صاحب الرؤية الملهم المهتم اللي وضع كل اهتمام وثق له رغم المسؤوليات لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد، المسؤوليات السياسية الكبرى الاقتصادية الكبرى في كافة المجالات، إلا أن هناك اهتمام غير عادي وعالي جدا وكبير جدا في الشباب والعوائل والأسر، وهذا يعطينا يعني انطباع مباشر وإحنا نشاهد موسم الرياض للموسم الثالث على التوالي. في كل موسم الموسم في تحدي مع نفسه، أنه الموسم اللي راح أو الأول كان إبهار، أكثر إبهارا أكثر خيالا. كل هذا اليوم سواء الشباب ولا الأسر على مستوى موسم الرياض، أوكي، كل يلاقي اللون اللي يدور عليه. أنت إيش عاشق، أنت إيش محب، أنت حتلاقيه بما فيها كرة القدم ورياضة كرة القدم. ولك اليوم أنك تتخيل زي ما وصفت في المقدمة أنت أنه حلم كروي جديد. اليوم لما أنت تركز من جديد، وما نبغى نكرر أنفسنا من خلال حضور سابق في حلقات سابقة، أنت لما تركز من جديد أبو علي وتشاهد مثلا كريستيانو يلعب مع فريق الهلال والنصر ويواجه زي تحت الهواء ما قال أبو عبد العزيز لما قال أنه من 3 سنوات ما تواجه وجه لوجه ميسي وكريستيانو، ويتواجهون وين يتواجهون في درة الملاعب في استاد الملك فهد في الرياض بعد أسبوع ماراثوني كروي حافل على أعلى مستوى. شاهدنا مباراة بين واحد أو اثنين من أهم الفرق على مستوى العالم، هي مدرسة وأكاديمية وأشياء كثيرة خرجوا من خلالها أجيال وأجيال، تتحدث عن برشلونة وريال مدريد، وتشاهد مباراة مجنونة
كنا معك في الحضور، كنا كلنا متوقعين ريال مدريد، إلا أبو أمير الله يذكره بالخير كان يتوقع ويتمنى برشلونة. يفاجئنا برشلونة في أداء مبهر وعلى أعلى مستوى في لقطة ولوحة كروية صعب أن تتكرر، وأنا قلتها وعيدها وزيدها، أنه لو بعد إن شاء الله 20 سنة بيروح أي واحد مشجع يعمل تور وهم معتادين بشكل يومي، سواء مدريد برشلونة مانشستر غيرهم من الأندية، تذاكر عندهم يومية الناس تدخل تعمل تور. تخيل أي واحد يدخل بيطالع في الصور وبيطالع في اللوح أنه في 2023 توج برشلونة بطلا لكأس السوبر في العاصمة السعودية في الرياض وسط حضور 70,000 متفرج. الآن لازال قائم ويمكن الأنتر لازال متقدم وفي مباراة يعني جميلة جدا، وإن كان هو اللي مسيطر. بكرة حدث أيضا رياضي مختلف، وأنا متأكد أن المباراة خلنا نقول اللاعبين السعوديين والأجانب اللي في الهلال والنصر لا تشكل لهم عبد الله مباراة استعراضية، مستحيل. هو يفكر أني كيف أقدر، العالم كله حيشوف، وزي ما قال أبو ناصر معالي المستشار لما في المداخل معه أنه في اليابان وفي كوريا وفي كل مكان في العالم ستنقل المباراة، كل واحد يفكر كيف أنا أقدر أبهر العالم، كيف أقدر أجد لي عقد أفضل. هذا التفكير. وفي المقابل لا تعتقد أنه سهل على ميسي ولا سهل على كريستيانو أن الواحد ينهزم أمام الآخر حتى وإن كانت مباراة استعراضية. لذلك أنا متأكد أنه بكرة التنافس سيكون، ولا يمكن أن تكون مجرد كأس موسم الرياض، فهي يعني بطولة بالنسبة لهم مهمة لإثبات الذات، لإثبات الوجود. صحيح. والأسماء اللي تذكرها، يعني مبابي مسجل في كأس العالم في النهائي هاتريك، أوكي؟ ما يبغى بكرة يزيد من توهجه وعطائه حتى وإن كنت سجلت. هذه بطولة محفل كبير وكلنا يتمنى، لكن في المقابل الأسماء اللي موجودة والقيمة اللي موجودة والشيء اللي قدمته المملكة العربية السعودية لكرة القدم في العالم، إحنا اليوم قاعدين نسمع في العالم، اليوم كل العالم يعرف أنه بكرة باريس سان جيرمان بيلعب مباراة أمام نجوم الهلال والنصر في الرياض، قبلها أنتر ميلان وميلان، قبلها برشلونة، غير أنه الأربع أندية تنافست في كأس السوبر الإسباني. جميل. بصراحة شيء عظيم. فيصل، الأفكار أحيانا تخدم، كنت أعمل أمشي في الطريق الصحيح، الرؤية واضحة عندك، هذا الكلام من 2016 مستمر معك إلى 2030. أكيد لم يكن التخطيط أن يكون السوبر الأسباني ما بين برشلونة وريال مدريد، أو يجمع السوبر الإيطالي الإنتر، أو تكون حتى مباراة موسم الرياض المعتادة ما بين فريق يحمل باريس سان جيرمان، الإعلان كان عنه قبل كأس العالم. ما يمكن الواحد تخيل أنه والله ميسي حيلعب ضد نيمار في نهاية كأس العالم، أو كريستيانو حيكون موجود في النصر. لكن العمل المميز، العمل الجيد، متى ما وجد طريق جيد أحيانا يخدمك ويساعدك، فما بالك في عالم كرة القدم أنه بكرة الناس هتترقب حدث وقاعدة تسمع أحداث وتربطها بحدث رسمي وأهم، كان هو أيضا الانتصار على الأرجنتين في كأس العالم. شوف، أولا بالنسبة يمكن للرؤية، يعني الرؤية ما كانت يمكن حبر على ورق فقط، ولا كانت يعني مجرد تنظير، حتى لما طرحت في عام 2016 قد تكون ما كانت واضحة مثلا لكثير من الناس تفاصيلها، لكنها كانت كلها خطط مدروسة، كلها بالأرقام، وكلها عارفين كيف يحققون الأرقام هذه وكيف تجي مثل هالأرقام. صحيح أنه الغير مطلعين على التفاصيل كانوا يرونها أيضا حتى يمكن رؤية مستحيلة، لكن شفنا نتائجها قاعدة تتحقق في يعني ظرف سنوات قليلة، لسه ما وصلنا لعام 2030. قبل يومين ولي العهد يعني شوف أنه يعني الرؤية قاعدة تتطور وقاعدة تعمل وقاعدة تحقق نتائجها، يعلن عن الصندوق الاستثماري. صحيح. لدعم الثلاث مجالات، الرياضة والترفيه والسياحة. السياحة يعني من كان يصدق، الثقافة، أي والثقافة، من كان يصدق أنه السياحة عندنا الآن يعني 18 مليون تساهم ب 3% من الناتج المحلي، وفي 2030 الأعلى جذبا 18 مليون في العام الماضي، وراح تساهم في 13% من الناتج المحلي في 2030، راح تستقطب 100 مليون سائح في 2030. من يصدق يعني لو تجي للناس قبل 10 سنوات أساسا تتكلم ممكن عن السياحة في المملكة من الخارج نتكلم، يمكن يضحكون الناس أنه وش عندنا من مقومات سياحية وشو لها الناس ممكن تجي. ما كان أحد يحلم بهذا التغيير،
ما كان أحد يحلم في كل المجالات. خلينا على المجال الرياضي فقط، المجالات الأخرى يمكن تتحدث عن نفسها بشكل كبير، والحمد لله المنجزات فيها يمكن أكبر حتى من ما تحقق في الرياضة، لكن على المجال الرياضي أسبوع واحد الرياض أستاذ الملك فهد قبلة لكل العالم. تجي تتكلم عن سوبر إسباني يلعبون 4 مباريات في نهائي برشلونة وريال مدريد قمة عالمية، تجي اليوم أنتر ميلان وإيسي ميلان قمة عالمية لسه يمكن ما أطلقت يمكن حتى صافرة النهاية، تجي بكرة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر نجوم موسم الرياض في استاد الملك فهد، تتكلم عن مبابي، تتكلم عن رونالدو، تتكلم عن ميسي ونيمار، أعظم لاعبين كرة القدم في العالم. أنا متأكد أن هاللاعبين على الأقل يعني جماهيرهم فقط، جماهيرهم مش جماهير الأندية، يصلون يمكن إلى الصورة بكرة مليارين، الصورة بكرة مليار في استاد الملك فهد لو تجمع الأربعة بس صورة، تخيل حجم الشيء اللي حتسويه على مستوى العالم إعلاميا، أنك الأربعة دولي جنب بعض يعني. يعني لا أنا أقول لك إياها بأمانة، يعني على مستوى الرياضي أنت تخيل المسألة معكوسة. يعني تخيل إحنا جالسين هنا في الرياض، وبالتأكيد أن مثلا القمم بنتابعها وبتكون تشد أنظار كل العالم، ونشوفها مثلا في سنغافورة نشوفها في بلد ثاني وش عندهم، ممكن أسهر عشان أسبوع الفجر عشان أشوف. إيه لا وتقول أسبوع يعني وش عندهم، ما خلوا شيء فعلا. ترى هذا هذا الآن يفترض اللي قاعدة يمكن حتى يتحدثون عنه الكثير، يعني أنه فعلا كل الفعاليات الرياضية مش بس في مستوى كرة القدم، تتكلم عن فورمولا، تتكلم عن دكار، أشياء كثيرة حقيقة قاعدة تتحقق على الأقل في المجال الرياضي كانت صعبة، يعني صعبة أنك تتخيلها بل مستحيلة. طيب أبو نايف، لما نتكلم عن التنمية بشكل عام بما فيها قطاع الرياضة أو قطاع الترفيه، يمكن أصعب شيء كان في البدايات هو عملية إدراك القائم على هذا الأمر والتنفيذ، وتلقي أيضا خلنا نقول المستهدف إلى مثل هذه الأفكار. لو في ذاك الوقت كانت مكتوبة مثل هذه الرؤى وهذه الأحداث أنها تكون موجودة، ما يستوعبها الإنسان، صعب يعني يستوعب. لكن مع توالي الأحداث زي ما قال فيصل، توالي الإنجازات في أكثر من قطاع، أنا ما أستبعد بكرة عندنا بطولة عالمية في عالم كرة القدم، ولا عندنا نجم في الترفيه، أو عندنا حفل ثقافي مميز، أو عندنا وجهة سياحية جديدة يستهدفها العالم. خلاص أصبح الأمر اليوم اللي ما ركب الموجة هو فعلا الأمي في المجتمع اليوم، اللي مو بقادر يستوعب حجم هذا التطور. هل مشهد العام اليوم الرياضي يخلق أشياء أخرى في التنمية، بعيدا عن أن نشوف 11 ضد 11 بالملعب، دعم لوجستي من الشباب، تطوير أدوات، فرص وظيفية، دخل مادي خاص بالاقتصاد، قوة ناعمة إعلاميا، أشياء كثيرة الحقيقة. شوف طبعا استكمال الكلام الجميل اللي قيل، أنت ترى على فكرة أنك مهيب القضية، وهذا اللي يعني أنا متأكد كريم مستوعبين، أنك تطلب فريق وتجيبه هنا. هي القضية كيف أقنعت الفرق هذه وجبتها هنا. أنت تقدر تشتري مثلا نقول أفضل طائرة في العالم، ولكن ممكن ما عندك مطار كويس، ولا عندك تموين، ولا عندك دعم لها اللوجستي اللي قاعد تتكلم عليه، ولا عندك صيانة لها، ولا فلذلك هي مجرد جبتها بس شكل وتختفي. أنت لما تتكلم في الموضوع هذا تقول أنت الفرق هذه العالمية هي ما جتك إلا وهي دارسة البيئة الحاضنة جيدة. هي دارسة البنية التحتية اللي عندك، الفنادق اللي عندك، المطاعم اللي عندك، مستوى الأمن اللي عندك، مستوى التعايش اللي موجود عندك، كل الأشياء هذه بناء عليه. أنا أتذكر في أول سوبر أعتقد إيطالي كانوا جايبين هم مختصين يقيسون الزرع تبعهم، هل يصلح يلعبون نجومنا ولا لا، لأنهم دافعين مليارات واستثمارات فلذلك هم راح يجون عندك إلا وهي أنت متوفرة حتى عندك الشروط. كيف تتوفر الشروط عندك إلا أن عندك شغل، أنت أصلاً ما أقدمت على الخطوة هذه، عندك بنى تحتية اللي أنت جاهز لها في كل المجالات. بس استاذنك أبو نايف، بس بنكمل في هذا الموضوع، لكن بروح في إطار هذه المباراة وهذا المشهد، فريق الهلال والنصر بنجومهم، قبل ذلك برئيسي الناديين أستاذ مسلي المعمر وكذلك الأستاذ فهد بن نافل، في زيارة لمعالي المستشار التركي آل الشيخ في التقرير القادم.
أول شيء يا شباب أنا سعيد بشوفتكم، واللي شاركوا في كأس العالم كلهم سواء نجمنا الكبير كريستيانو رونالدو أو نجوم المنتخب السعودي أشكركم وأهنيكم وبارك فيكم. إن شاء الله أنا أتمنى أن اليوم اللي يعني إن شاء الله وتقوون هالثنين اللي يجيكم عروض إن شاء الله تصيرون تروحون تحترفون وترفعون رأس بلدكم إن شاء الله دائما كعوايدكم في الدوريات الكبيرة، ودورينا صار دوري كبير الحمد لله. مباراة بكرة بيشوفها المليارات، مو بالملايين، مليارات حول العالم، هذه تمثل مدينة عزيزة علينا كلنا وهي عاصمة بلدنا الحبيب. إن شاء الله أنا أتمنى أن بكرة تأخذون المباراة بجدية وأن الكاس يبقى في الرياض. يلا شكراً شكراً. Thank you. صلحوني يا دي جي فور ذا كوتش. ميك سونغ فور ذا كوتش. إذن جزء من استقبال معالي المستشار تركي آل الشيخ لفريق يوم غد فريق الأحلام ضد فريق أحلام آخر بالتأكيد هو باريس سان جيرمان، يعني الرسالة كانت واضحة، خلوا الكاس يقعد هنا. يمكن الكلام عن تنافس بكرة أكيد طبعا، قيم هاللاعبين والتواجه اللي بينهم لا يمكن أن يكون الأمر فقط إمتاع من هو حاضر بقدر ما هو إمتاعهم بلغة كروية مختلفة. شوف حتى الاستقبال هذا أنا بالنسبة لي مثلا هو يعزز ثقة حتى اللاعب، يعني هو يبلغه. وحتى أمس المستشار لما تداخل لما قال أنا بستمد كلامي من سمو سيدي ولي العهد أنكم استمتعوا، فلذلك الآن إحنا يعني زي ما قالوا الزملاء مو غريبة أصلا أني ألعب مع النجوم العالميين، لأن خلاص تعودت العين عليهم. يعني بصراحة يعني اللي قاعد يصير هو صناعة حدث. أمس مثلاً كأس عالم متجمع، أنت عندك شهر الآن نجوم العالم كلها موجودة عندك. الآن الإنجازات مهي بطولات تغيرت، في صناعة كرة قدم، في طريقة التسويق، في طريقة الاستثمار، في طريقة جلب النجوم العالميين هذولي، في كيف أقنعت النجوم العالميين هذولي عندك. وأكررها كثير أنا، لا حد يعتقد أنها كل القضية كل القضية بالمال، لا أبداً أبداً. الفرق هذه أصلاً مهي جاية جوعانة، يعني شوف التوجه وين كان فيه في السابق، وين تروح تتجمع الفرق هذه، وشوف الآن وين تجمعت لما قال سمو سيدي أن إحنا السعودية هذه هي بتصير قبلة العالم. هي هذه القوة الناعمة، هنا التسويق، هنا هي النافذة للعالم. تبي تشوف مدى التطور اللي عندك، مدى الشعب اللي موجود عندك، التعايش، السلام، البنية التحتية، كل العالم عندك. ولما يجي العالم بيتفرج عليك، هي لقطة المدرج هذه تعطيك صورة للشعب الموجود عندك هذا طريقة تعامله. يعني أنا من الناس اللي مثلا أشوف لما أشوف مباراتين بالحجم هذا اللي قبلها اللي هو السوبر الأسباني، ثم أجي أشوف السوبر الإيطالي بكمية الجمهور هذا، أبغى أنا كذا بدون ما أنا ولا برا بقول شوف شغف الشعب هذا في كرة القدم. صحيح. حبه للحياة، حبه لكرة القدم، حبه للسعادة هذه، وكيف التطور اللي عايشين فيه. لما تجي اللحظة هذه، وبصراحة حتى الرسالة الموجودة جميلة جدا، لما أنا في لقطة أنتم شفتوها لما أستاذ مسلي مع بن ناف اللي يسولف، يا أخي هذه تعطيك رسالة للناس اللي متشنجة أن هذه هي الرياضة. أمس تراهم في عرق قانوني، واليوم جالسين على طاولة واحدة لخدمة هدف واحد. يعني إحنا نقول الواحد لازم يتطور فكرة، يعني هو يستوعب اللحظة اللي عايش فيها ويعرف كرة القدم هذه وش أهدافها، ولا يمشي مع الناس اللي متشنجة اللي تبغى الوضع كله متأزم. أمس يعني أنت تتخيل أنك قاعد تقاتل على شيء معين وتخسر أحد، وطيب هذول الاثنين المعنيين شوفوا مجالسين مع بعض، هم عارفين أنه هي القضية قانونية وللشؤون القانونية، من اللي كسبها كسب، من اللي خسر، ولكن في النهاية هذه صحيح. كرة القدم حتى عندهم مشهد أعم، حتى اللاعبين يعني حتى اللاعبين يعرفون بعض. يعني أنت قاعد يعني أنت لازم تستوعب أن هذه كرة القدم. اللاعب نفس الحكاية، أنا لما أشوفهم الآن ترى اللي موجودين اللي بيلعبون معك
هي القضية اللي بيتفرجون عليك في العالم، مو متفرجين على المراوح تبعك، أنا ببسطها يعني، ولا بيتفرجون على 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 طريقة هندامك، بيتفرجون على الرغبة، بيتفرجون على الرؤية عندك، طريقة اللمس الوحدة، النضج التكتيك اللي عندك، القوة البدنية اللي عندك، كيف طريقة تغطيتك الملعب، كيف استيعابك للخطط، كيف الضيق، كيف الترابط. العالم تبغى تلعب كرة، يعني أنت لو تشوف أغلب نجوم العالم هذه، أنا ما أتوقع أن فيه يعني شخص يستلم كرة يمكن إلا ندرة اللي سحب 4-5 مثلا، لا هي اللمسة الوحدة هذه. فلذلك برضو أنت كلاعب سعودي تقدم نفسك بطريقة تعاملك في الحدث هذا حتى على المستوى الفني في المعشب. والدي تسمح لي أطلع فاصل؟ خذ راحتك. عموما بالتأكيد الحدث الحالي الآن الإنتر بطل للسوبر الإيطالي بعد تغلبه على إنتر ميلان الإيطالي هنا في العاصمة السعودية الرياض، تحديدا في استاد الملك فهد الدوري الذي سيشهد يوم غد مباراة قمة كروية ومباراة أحلام ما بين نجوم النصر والهلال في مواجهة باريس سان جيرمان. نعم هذا الأمر كله في العاصمة السعودية الرياض. مبروك للإنتر ومحبيه، هارد لك لميلان ومحبيه، مبروك لي أيضا موسم الدرعية تكرر النجاح. سنكمل في هذا الموضوع بعد الفاصل، تكرموا بالبقاء معنا. أسبوع تاريخي رياضي بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قائد الرؤية وقائد الطموح نحو حلم الشباب. موسم الرياض يحقق التميز عالميا ويجذب أنظار العالم بنزعة ابتكارية وفكرة لقاء النجوم. موسم الدرعية يكرر نجاح كأس السوبر الإيطالي بعد نجاح السوبر الإسباني. بقيادة الأرجنتيني غالاردو نجوم الهلال والنصر يكملان استعداداتهما لمواجهة كأس موسم الرياض مساء الغد. ميسي ونيمار ومبابي في مواجهة كريستيانو وكاريو وتاليسكا وسالم الدوسري. حياكم متابعينا في الجزء الثاني من البرنامج، الحديث يستمر رفقة الأعزاء ماجد التويجري، عيد الثقيل، وكذلك عبد العزيز السويد وأحمد العقيل، ونكمل فيما بدأنا فيما يخص مباراة الأحلام يوم غد ما بين نجوم الهلال والنصر في مواجهة نجوم باريس سان جيرمان. وأيضا أذكر بالعاجل، حاليا الإنتر بطل للسوبر الإيطالي من أمام ميلان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. يكتمل المشهد إن شاء الله ويكون معكم في التفاصيل في الدقائق القادمة. أبو عبد العزيز، قبل ما نروح للقراءة الفنية لهالمباراة، تعليقا على الزيارة، تعليقا على المشهد بشكل عام، من مزايا هو كله خير يعني، لكن من مزايا أيضا أنه حتى فكرة التذكرة والعشرة مليون لإحسان والزيادة عليها 2 مليون، حقيقة شيء جميل أنك تفكر حتى في مجتمعك وتفكر حتى في أنك يعني تدخل هذا العمل، خلينا نقول القطاع الثالث، يكون شريك في مثل هذه الأمور، وإن شاء الله يكمل فيما في قادم الأيام ويكون القطاع الثالث أيضا متواجد وراعي لأشياء كثيرة إن شاء الله في قادم الأيام، إضافة إلى ما استمعنا له من أثناء الزيارة والموعود بكرانا. ودي والله يفوزون بكرة، ما أبغى. ودك بكرةش؟ ودي يفوزون بكرة، ما ودي يفوز ميسي في الكأس. شوف طبعاً الرياضة بنتكلم عن الرؤية بشكل كامل وعن موسم الرياضة والفعالية المقامة فيه. الرؤية في 2030 أو المؤتمر الشهير لسمو سيد الأمير محمد لما خرج وتكلم في بداية 2016-2017 عن مستهدفات الرؤية و2030 وين بنكون، وتكلم عن كل شيء. أنا ترى فيه موقع في الويب سايت، لو تفتحه وتكتب الرياضة تطلع لك
وش الأهداف اللي نبغى نوصل لها في 2030؟ المجتمع الممارس للرياضة 40%، اتحادات رياضية 93 اتحاد، وصول المنتخبات إلى أدوار متقدمة في كأس العالم، تحقيق الأندية لبطولات الآسيوية، المشاركة في كؤوس العالم، جلب بطولات العالمية، وأن تكون الرياض أو أن تكون السعودية عاصمة للأحداث الرياضية الكبيرة. كل الأحداث هذا، كل الأمور هذه موجودة في وثيقة الرؤية. يعني أنا اليوم لو تقرأ الموجود في الرؤية تجده يتحقق على أرض الواقع. ما تقوم فيه اليوم كل الوزارات وكل الهيئات هو تحقيق لما نصت عليه رؤية 2030. ما نشاهده اليوم من تطور، ما نشاهده من نهضة، ما نشاهده من بناء لسي في كبير وكبير جدا للأحداث الرياضية. اليوم السعودية في 2016 أو 2015 تجدها في الأحداث الرياضية، بما أن احنا نتكلم على الأحداث الرياضية، لكن الحمد لله نهضة في كل المجالات، لكن نتكلم على الأحداث الرياضية. لم تكن السعودية استضافت إلا مثلا 20 أو 30 فعالية في 60-70 سنة. من 2019 إلى اليوم نتكلم عن 3 سنوات استضفنا يمكن أكثر من 100 إلى 150 فعالية، وفي كل الألعاب، فردية، جماعية، جماهيرية، تنظيمية. استضفنا الاتحاد الآسيوي، استضفنا كاجتماع أمناء عام، استضفنا بطولات كثيرة، استضفنا تجمعات كبيرة، استضفنا معسكرات لفرق راحت تلعب في أفريقيا، منتخبات. كل الأمور هذه تقول لك أنه فيه السعودية تسعى لأن تكون قبلة للرياضيين والفعاليات الرياضية. وهذا إن شاء الله سيحدث. أيضا ما سمعناه في الفترة الأخيرة من اللي قبل أمس إنشاء الصندوق أو اعتماد الصندوق الاستثماري لجزء منه الرياضة، هو ما سينتج عنه من ملاعب وصالات رياضية وأمور خدمية للرياضة. نرجع على الفعاليات الرياضية اللي صارت في هالأسبوع، فعاليات تحتاج أقل. يعني لو تقول واحد إن فيه مدينة أو فيه ملعب سيستضيف السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي ومباراة كأس الرياض، بيقولك هذا يحتاج 3 شهور. تقول له أقيمت في 8 أيام كل المنافسات هذه، بيقول هذا أنا يعني مستحيل أن يقتنع هذا. لكن هذا الشيء الآن واقع أمامنا. إحنا السبت أو الأحد أقيم نهائي الإسباني، اليوم نهائي الإيطالي، وبكرة مباراة كأس الرياض. شيء أحداث تاريخية. لا ننسى طبعا موسم الرياض الأول، وطبعا في الأغنية الرسمية لموسم الرياض صار اللي ما قد صار، وهذا هو قاعدين نشوف اللي ما قد صار. الهلال والنصر يلعبون ضد باريس سان جيرمان، ميسي ضد كريستيانو، فأمور كبيرة. الموسم الأول أقيم كلاسيكو الأرض، قلنا وين بتروحون؟ وهذا شيء طبيعي. يعني أنت لما تبدأ أول سنة البرازيل ضد الأرجنتين، السنة اللي بعدها برضه صارت أحداث رياضية كبيرة، الكأس مارادونا أظن، وصارت أكثر من حدث. اليوم عندنا باريس سان جيرمان وأمام الهلال والنصر، أتوقع أنها مباراة لا ينتظرها فقط سكان السعودية أو سكان الخليج، وأنا أعرف أن خليجيين جوا، ولكن ما ظهر في الأحداث وما ظهر في الأخبار أنه الويتنج ليست على المباراة وصل إلى أكثر من 2 مليون. الحجز كان من 170 دولة. القنوات الراغبة في نقل المباراة وفي نقل أحداث المباراة عدد كبير جدا من القنوات. كل هذا يدل على أن احنا أمام حدث عالمي. نتمنى أنه كلام معالي المستشار قبل شوي للاعبين يكون فيه جدية شوي من اللاعبة، أنه مباراة تنافسية ليست مباراة استعراضية، وإن شاء الله أن بكرة يعني تتكامل كل الجهود وتظهر لنا مباراة في الملعب ممتازة وفي التنظيم كما عهدنا. الآن قاعدنا نشوف أنه حنا ننافس نفسنا في التنظيم. جميل. عموما بالتأكيد حينما يقود هذا الفريق مدرب كبير وقائده يكون أسطورة ككريستيانو رونالدو، بتواجد أيضا لاعبين لامعين سعوديين في كأس العالم، وكذلك لامعين مع منتخبات في تصفيات كأس العالم، بالتأكيد ستكون إن شاء الله قمة كروية في 8. قراءتها الفنية في التقرير القادم.
عندما أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن إقامة مباراة ضمن فعاليات موسم الرياض بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد النصر والهلال. عمت الأفراح ليس فقط بين الأوساط الرياضية بل على نطاق المجتمع لما تحمله هذه المباراة من قيمة عالية. فالرياض سيداتي ساداتي بعيون العالم أجمع. مباراة للتاريخ، فهي ستجمع عمالقة العالم، فيكفي أن يقال بأن كريستيانو رونالدو وميسي سيلعبون وجهاً لوجه ونداً لند، وأيضاً نيمار ومبابي والكثير من النجوم في الفريق الفرنسي العريق. كذلك الدمج بين عمالقة النصر والهلال بقيادة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وكذلك سالم الدوسري والنجوم الآخرين في واقعة فريدة لا تتكرر. هنا العالم في موسم الرياض، في واقعة فريدة لا تتكرر. هنا العالم في موسم الرياض. هذا الحدث الأضخم حرك الأوساط العالمية على مستوى السوشيال ميديا، ففي الساعة الواحدة كتبت ما يقارب 172 ألف تغريدة تتابع وتتحدث بشغف عن هذه المواجهة. العملاقان كريستيانو وميسي يواجهان بعضهما لأول مرة منذ عام 2020. مباراة كأس موسم الرياض بعراقة سعودية وريشة فرنسية وبعيون عالمية، فهذا الوطن الشامخ ستتزين له العاصمة بكرنفال لن ولم ينسى. سعودية أبية بمتعة عالمية. قمة كروية فنية بانتظارها يوم غد، ما المشهد الأبرز من خلال الزيارة اللي شفناها بالنسبة للاعبين؟ شوف، لما تداخل معالي المستشار وعراب الترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ معنا في البرنامج مع بوجود قبل يومين، قال إنه الرسالة اللي المسج اللي حوصله للاعبين واضح وصريح، وسبق وأنه كان مصدره سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل ما يروحون إلى كأس العالم في الدوحة، وهو كلمة بين قوسين استمتعوا. أوكي، أنا أعرف إنه المنتخبات أعرق منا، أعرف أنها لها سمعة وتاريخ، أعرف أن المجموعة قوية، روحوا استمتعوا. وكانت النتيجة أوكي الأولية اللي هي الفوز على منتخب الأرجنتين بحضور ميسي اللي حيحضر بكرة، وبعد ما تقدم عليك منتخب الأرجنتين وسجل هدف وهدفين وثلاثة ألغي منها اثنين بداعي التسلل، وكانت فعلا تسلل، ولازلت مقتنع أن ضربة الجزاء غير ضربة جزاء صحيحة. دخلتكم بموضوع ثاني، لكن أنا اللي أبغى أقوله النتيجة أنهم راحوا واستمتعوا وفازوا على الأرجنتين اللي حقق بطولة كأس العالم ولم يخسر إلا المباراة الافتتاحية قدامك. التاريخ هنا سجل أن المنتخب السعودي في كأس العالم في الدوحة هو المنتخب الوحيد اللي هزم البطل. طيب بكرة اليوم أبو ناصر عرف عنه البساطة والعفوية من خلال وجوده في فترة سابقة في هيئة الرياضة أو خلال وجوده في الترفيه، وشفنا تفاعله وطريقة وأسلوبه والأسلوب اللي يتكلم فيه. هو الآن يقول لهم أنا أبيكم تؤدون مباراة على أعلى مستوى، تثبتون للعالم عندكم إمكانيات وعندكم قدرات. وبصراحة أنا متأكد وأكررها يا عبدالله، كل واحد من اللاعبين الأجانب والمحليين في الهلال والنصر ومعهم كريستيانو هذا الأسطورة الكبير بكرة أمام تحدي أمام أنفسهم. كريستيانو الحالة يعني يتمنى بكل تاريخه وبكل قيمته أنه بكرة يفوز. نجوم النصر والهلال في أول مباراة له في السعودية كلاعب رسمي لنادي النصر السعودي يفتتح تاريخه بفوز على ميسي وعلى مبابي وعلى نيمار، ويقول لهم أنا لازلت قادر على العطاء، ويعطي مؤشر، بينبسط أبو نايف الآن بيتشقق، يعطي مؤشر لجمهور النصر أني أنا قادم وبقوة لتقديم عطاء جميل مع فريق النصر. في الزيارة في نص أعتقد ما يمكن تجاوزه،
روحوا اقنعوا بن نافل وابو عبد الله مسلي، وتراكم في برضو دوري كبير اليوم، وهذه احنا اللي جزء كبير من الوسط الرياضي مو بقاعد يستوعبها. يعني اليوم الدوري السعودي بالنجوم اللي موجودين فيه، بالدعم اللي قاعد يجي، بالضخ المادي اللي قاعد يجي، اصبح فعلا دوري قوي. يعني اذا انت مثلا حتى كلاعب محلي اليوم حتلعب في هذا الدوري، والله يصعب الخانة عليك. بالتأكيد. شوف يعني الدوري السعودي في الثلاث سنوات الأخيرة تطور هائل. يعني أنا أعتقد أنه انتقل يمكن 5 أضعاف ما كان عليه، سواء على المستوى الفني، على القيمة السوقية، على كل المستويات. أيضا لو تجي تحسبها يعني تجدها هي 5 دوريات تقريبا عالمية، البقية يمكن الدوريات ما تختلف عنك بشكل كبير جدا. القيمة السوقية المرتفعة الآن حتى في الدوري السعودي، القيمة الفنية اللي قاعدة تحصل، الاستقطابات والتطور اللي مو قاعد يتوقف، قاعد نشوف حتى الفئة وين وصلنا. يعني وصلنا الليفل 1 في استقطاب النجوم يمكن العالميين أو المحترفين. احنا نتذكر الاحتراف قبل كم، يعني ايش نوعية المحترفين الأجانب لما كانوا 4 أجانب، ونوعية اللاعبين الأجانب لما أصبحوا 7 من عام 2018. الآن انتقلنا لمرحلة أخرى أن نطمح ونفكر، يعني خاصة بعد صفقة كريستيانو، في نجوم الصف الأول، في النجوم الكبار مثل مباراة بكرة بس فقط، يعني قمة فعلا عالمية. يعني أنت تتكلم بعيدا عن جماهيرية، يعني الثلاث فرق نقول اللي موجودة، لكن أنت تتكلم عن لاعبين على الأقل، لاعبين عالم كرة القدم المتأكد تماما جماهيريا ينقسم إلى هؤلاء اللاعبين. أبدا. يعني لو نتكلم نقول مثلا والله فيه مليار مشجع كرة قدم مهووس بكرة القدم، 500 مليون هنا و500 مليون هنا، تخيل كمية الأنظار اللي بكرة تتجه هي المتعة أنهم بلعبين مع بعض. طبعا ممكن ترى تجمعهم في مناسبة يلعبون مع بعض ترفيهية حبية، المتعة أنهم بيتنافسون. هذا صحيح. وغير كذا يعني المباراة، يعني يمكن معالي تركي آل الشيخ قالها هنا، وقال في مداخلته يمكن استمعت لها أنا، أنه إحنا ما حبينا أنه تكون مباراة استعراضية ونكثر الفعاليات اللي موجودة فيها، لأن نبغاها مباراة أيضا تنافسية. في كثير من المباريات الاستعراضية اللي حصلت يمكن في عالم كرة القدم، جمعوا نجوم العالم أكثر من مرة في مناسبات يعني خيرية وأشياء خيرية، لكن ما كان طابعها تنافسي ولا كان فيها يعني الروح التنافسية. أنت تتكلم عن فريق متكامل هنا له سمعته الخاصة، باريس سان جيرمان، واللي قاعد يبحث عن يعني آمال كبيرة أنه لتحقيق دوري الأبطال، وقاعد يضخ أموال يعني كبيرة جدا في عالم كرة القدم. تجي أيضا نجوم هنا كريستيانو رونالدو اللي لن يرضى يعني بالخسارة حتى لو في مباراة يعني الودية. تجد أيضا نجوم آخرين كلهم يبغون يشوفوا العالم، يشوفهم داخلين تحدي فعلا أنه العالم تشوفهم، النجوم السعوديين والنجوم الأجانب اللي موجودين كلهم راح يقدمون أنفسهم. فمباراة يعني حتى طابعها تنافس. إحنا مثلا يعني هذا الشعور اللي وصلنا من حتى تسويق المباراة، من طريقة إدارة المباراة، ننتظر بكرة متعة فنية. ما إحنا قاعدين نقول والله بكرة مباراة استعراضية، هالمدرب بيغير 11 لاعب وذا بيغير 11 لاعب مثلا في المباراة. لا، الانطباع اللي موجود اللي حسيناه فعلا في هالمباراة، واللي أتوقع أنه واصل يمكن حتى لكل العالم، أنه فعلا مباراة تنافسية بكرة، ما في في خسارة وفوز، في كاس هنا، مو مباراة خيرية وأسلم عليك ويلا مع السلامة. أكيد بكرة حتنتظر على الأقل 60 إلى 70 دقيقة فيها نظرة فنية وجدية ومتابعة وترقب لأدق التفاصيل. بكرة المصورين حيكون عندهم شغل يسوقهم عالميا بالتأكيد، المصورين الفوتوغرافيين على وجه التحديد. فاصل قصير ونكمل، تكرموا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد متابعينا. الحديث عن قمة يوم غد ما بين نجوم الهلال والنصر في مواجهة نجوم باريس سان جيرمان، بالتأكيد قراءة فنية لهذا المزيج ما بين نجوم النصر والهلال في التقرير القادم.
هذه قائمة الأسماء بالنسبة للفريقين. بختم معك، من تتوقع بكرة يفوز كأس السعودية؟ وين بيروح بكرة؟ والله أتمنى كريستيانو ورفقائه، أمدي يعني. والتوقع؟ والله صعبة، تخاف تخسر؟ هذا أنت تجيبها التوقع. بنايه توقع لكني من شرط خسارات متواليه يا الله ثلاث مرات قصدك ثلاث مرات في اسبوع كنا استضافه الرياض. عطني ثواني بسيطه بس على السريع. انا برجع الى دوري يلو، دوري يلو، وبقول الاهلي فريق وكيان كبير يملك جمهور عظيم عظيم بالفعل، وعبارتهم الشهيره مع الزمان سنمضي عبر الزمان معاً. عبر الزمان عبر الزمان سنمضي معا. بصراحه هذا الفريق مشهد اليوم ظلم انه ما يكون الموسم الجاي في دوري روشن، وانا بالنسبه لي اتمنى اربعه يصعدون صراحه. الاهلي، الرياض، الله الرياض عز، الفيصلي، الحزم، هذه امنيه. ترى كل هذا دوري يصلح له عشان ينسي موضوع التوقعات. توقع توقع وعطى الخساره الثالثه بس فوز كريستيانو توقع فيصل. الأمنية والله فوز الفريق موسم الرياض، لكن أتوقع فوز باريس سان جيرمان. تتكلم من بابي وتتكلم من ميسي وتتكلم من نيمار، كلهم هدافين الله يعين بكرة. أبو نايف، شوف خليني قبل التوقع، أنت قلت كلام لما تقول إحنا من متى مقررين المباراة هذه وكيف الظروف ساعدتنا أنه يلعبون فريقين اللي هم أو لاعبين لعبوا في نهائي كأس العالم. وفي كلامك أنت إضافة إلى ذلك، وشوف كيف الصدفة أو كيف إن شاء الله التوفيق من الله أن كريستيانو يجي وتدشينه في المباراة هذه، أنه جاء عنده توقيف مبارتين ولا يلعب في مباراة النصر ويلعب في المباراة هذه كتدشين للاعب لأول مباراة يلعبها خلينا نقول في الملعب السعودية تقريبا بشكل رسمي. شوف التوقع باريس سان جيرمان بالمنطق مي بعوات التوقع بتجانسه، التجانس اللي موجود عنده، كمية اللاعبين، هنتكلم على التجانس. يعني إذا فزت فهي مفاجأة، إذا فاز المجموعة اللي معك فهي مفاجأة بالتأكيد، لأنك أنت بغض النظر اللاعبين يمكن في لاعبين أول مرة يلعبوا مع بعض. صحيح. فلذلك منطقيا في التوقع أروح باريس. طبعا الأمنية معروفة يعني، ويجيب الأهداف برضو كريستيانو عشان ينبسط ماجد التويجري. عبد العزيز، انا طبعا الحدث فوق اي اماني واي توقعات، لكن ويكفي انه يتم بالصوره اللي الكل يتمناها، وان شاء الله يعكس ما وصلنا له. حتى يعني انا اتمنى ان الحدث حتى على مستوى النقل يواكب النقل ويكون النقل على اعلى مستوى، وطاقم الحكام القطري ان شاء الله انه يكون برضه في الحدث وفي الموعد. أتوقعها فوز فريق موسم الرياض 2-1. السلام عليك أبو عبد الله. حدد بس باقي الأهداف من بيجيبها؟ لا ما يحتاج يعني ثقة ثقة هذا توقع ثقة ثقة. عموما يوم غد إن شاء الله سيكون أيضا لبرنامج كورة وقفة مع هذا الحدث. أدعو كل من لم يحصل على تذكرة، اللي حصلوا على تذكرة هذول ناس محظوظين، يعني 60,000 بكرة هذول ما شاء الله 60,000 من 1,700,000 محظوظين أكيد. أي هذول ناس سعداء يعني، وعلى قولة ما شاء الله عليهم اللي كنا ما شاء الله تبارك الله. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. يمكن اللي تابع موسم الرياض وما له في الكورة كان يقول يعني أبو ناصر كل شيء ينجح في الموسم الرياض يعيده من بكرة، يحطه يقيمونه زي حفلات عبد المجيد ومحمد عبد ورا ما تصير من بكرة، يعني ما يدرون أن هذه كرة تلعب مرة واحدة. اللي ما راح يشوف المباراة في الملعب راح يشوف أكيد ما قبل المباراة حدث كبير، راح يتابع مباراة كبيرة، ما بعد المباراة أيضا إبهار، لن تكون فقط مباراة كرة قدم، جزء منها 90 دقيقة هو كرة القدم، ولكن ما قبلها وما بعدها سيعكس أشياء كثيرة عن تطور المملكة العربية السعودية وتضافر الجهود والجهات وبالتأكيد عن موسم الرياض. العاجل الآن أن الإنتر يتوج ببطولة السوبر الإيطالي، تفاصيله بعد الفاصل، تكرموا بالبقاء. أهلا بكم من جديد متابعينا. اختتمت قبل قليل مباراة السوبر الإيطالي ما بين إنتر
ميلان الإيطالي في مواجهة إسي ميلان الإيطالي، واستطاع الإنتر أن يكسب البطولة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وتابعوا وإياكم تفاصيل هذه المباراة. حقق إنتر ميلان لقب كأس السوبر الإيطالي بعد أن تغلب على غريمه التقليدي إسي ميلان بثلاثة أهداف دون رد في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. لم يحتاج لاعبو الإنتر سوى 10 دقائق حتى نجحوا في إصابة مرمى الميلان بهدف عن طريق ديماركو الذي ترجم عرضية زيكو في شباك الحارس تاتارو تشانو. وبعد مرور 20 دقيقة زادت زيكو من مصاعب الميلان بإضافته الهدف الثاني للإنتر بعد أن توغل من الجهة اليمنى وسدد كرة عانقت الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتر بهدفين دون رد. في الشوط الثاني حاول لاعبو ميلان تقليص الفارق والعودة، لكن الأرجنتيني لوتارو مارتينيز قضى على أمال منافسهم بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 77 لينتهي اللقاء بفوز الإنتر بثلاثة أهداف نظيفة ويتوج باللقب السابع في تاريخ المسابقة. مبروك للإنتر لمحبيه في السعودية وكذلك في كل بلدان العالم هذه البطولة. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المباراة في الجانب الفني، أيضا هي المباركة لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ونجاح موسم الدرعية في مثل هذه التظاهرات الرياضية، تقديمه للسوبر الأسباني وتكرار النجاح في السوبر الإيطالي. هذه الأسماء أسماء لها وزن كبير الحقيقة في تواجد ريال مدريد، برشلونة، الإنتر وإيسي ميلان. هذه الأسماء بالتأكيد لا تحضر إلا بمعطيات بنى تحتية تقدم من خلال فريق عمل محترف، تحتاج إلى النجاح مع هذه الأندية إلى أدوات تتضافر فيها الجهود وخبرات، وكذلك قائد مثل سمو الأمير عبد العزيز بن تركي لكي يتحقق النجاح. مبروك سمو الأمير، مبروك لوزارة الرياضة، للقائمين في موسم الدرعية على هذه المناشط هذا النجاح. مبروك للإنتر، هارد لك إيسي ميلان. طبعا قبل ما أدخل في تفاصيل المباراة بشكل سريع أتذكر بأنه سمو الوزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الله يحفظه على كل ما يقدمه ويطول بعمره، وبالمناسبة نهنيه في المولودة نورة، الله يجعلها مولودة سعادة وخير وبركة عليه. لكن أتذكر أنه في حضور فضائي قال بأنه كنا نرسل خطابات رسمية قبل كم سنة إلى اتحاد الدولي للسيارات وما كان أحد يرد علينا. الآن هم اللي صاروا يجونا، وهذا اللي كان يتحدث عنه أبو عبد العزيز قبل شوي، أنه كيف أننا أصبحنا لا نناقش خلاص، مجرد أنه السعودية تقول أهلا يجون بشكل سريع. بشكل المباراة طبعا أنا ما أشبه المباراة بنتيجتها وأدائها تماما مثل السوبر الأسباني اللي هو برشلونة، ملك الملعب طول وعرض وقدم كل ما يمكن تقديمه في فنون كرة القدم وسيطر وسجل 3 أهداف. نفس الشيء ينطبق على الأنتر وميلان، يعني الشوط الأول هدفين مع الرحمة أوكي، وقدم كل شيء من الممكن أن يقدمه. ميلان كان مرتبك على مستوى خط الظهر، حاول ميلان في الشوط الثاني إلى أن جاءت رصاصة الرحمة في الهدف الثالث. نقول مبروك للأنتر. أبو فيصل، الصحافة الإيطالية بالذات الرياضية صحافة شرسة، ليست سهلة أن يهزم الإنتر إيسي ميلان بالثلاثة، بالتأكيد في عناوين كبيرة هتكون لهذه المباراة. تأكيد نتيجة كبيرة، يمكن ما هي متوقعة، يمكن الواحد كان يتوقع في مثل هالمباريات على الأقل، وعلى التنافس الكبير جدا بينهم على ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي، أنه يكون يمكن فارق الهدف هو الحاسم أو قد تمتد أيضا إلى التعادل وضربات الترجيح. لكن اليوم الأمور انحسمت في 20 دقيقة فعلا، يعني ميلان ما ظهر بالشكل الجيد، الأنتر سيطر يعني على مجريات الشوط الأول على الأقل، يمكن اللي شفناه وتابعناه بشكل دقيق بشكل كامل. كانت المباراة شبه محسومة حقيقة من الشوط الأول، يعني عطفا حتى على الأداء، يعني ما كان فيه، يعني أنت تتكلم عن فريق متقدم بهدفين ولازال هو اللي مالك الملعب إلى أن انتهى الشوط الأول، وهو المسيطر، هو اللي بادر بالهجوم.
بالنسبة للمباراة وتحت مظلة موسم الدرعية، النجاح حينما يتحقق يجب أن يبارك لمثل هذه الأسماء لسبب بسيط، يعني أي خلل ولو يعني 1% من عملك ما ينظر لل 99% النجاح، سيعلق بالتأكيد على 1%، لأنه مثل استضافة هذه الأحداث وسط شراسة وتنافس وتقديم عروض وإغراءات وبحث عن تسويق منتج، تسويق رؤية، تسويق شعب، تسويق تسامح وعدالة وأشياء اجتماعية كثيرة، بالتأكيد في ناس حتنافسك على هذا الموضوع فتبحث عن أقل ثغرة حتى ممكن أن تسوقها. اليوم سمو الوزير وفريق العمل معه في موسم الدرعية نجحوا في السوبر الأسباني، بعدها بأيام ينجحون في السوبر الإيطالي. نشوف النماذج هذه اللي قاعدة تصير هي نتيجة عمل، احنا اللي قاعدين نشوفه نتيجة، بالتأكيد العمل اللي موجود يطلع لنا المخرجات هذه. يا عبد الله، يعني انت تتكلم على وزارة الرياضة مبدعة، وعلى فكرة وزارة الرياضة في التظاهرات الرياضية لها يد. انت حتى لما تتكلم على موسم الرياض في السياحة الرياضية ولا تتكلم على اي حدث، بالتأكيد الملاعب فيها اكثر من مؤسسة حكومية داخلة في الموضوع هذا، لا سواء امنيا ولا سواء اعلاميا ولا حتى سواء رياضيا. فبالتأكيد الامير عبد العزيز بن تركي له دور كبير، وزير الرياضة، في جميع التظاهرات الرياضية، العمل اللي قاعد يصير بالتأكيد تراكم خبرات. فلذلك زي ما قلنا احنا، انت لما تتنقل من 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 حدث الى حدث ومتنوعة وبقوانين مختلفة وتطلعها بالاخراج هذا، بالتأكيد نجاح لعمل كبير، خلية جالسة تشتغل، تروح للدكار، تروح للفورميلا، تروح للملاكمة، ثم تجي لكرة القدم، ثم تنظم مباراة زي هذه، مباراة جدا أكثر من رائعة. حتى المباراة احنا لما شفناها تستمتع فيها في طريقة التحضير الذهني، انك تجيب يعني انت قبل المباراة هذه كان ميلان فايز 3-2، تجي هنا 3-0 وهدف على الدقيقة 10، هدف الدقيقة 20 يدلك على التركيز العالي، ثم تجي تمشي المباراة على كيفك، كان جيت مرتدة في الدقيقة 77. فلذلك انا بالنسبة لي الأشياء هذه اللي قاعدة تصير في كرتنا، وانت لما تيجي برضو كإعلامي تدخل مع الإعلاميين هذول العالمين، بالتأكيد ستستفيد منها، وبتعرف ان الإعلام هذا وظيفة عمل، ومي خلينا نقول ما هي هواية أو ميول أو زي كذا. من يوم تجي، وأنتم عارفين طبعا أنتم في الميدان كثير، من يوم تجي تلبس الرداء الإعلامي انتهى خلاص، تبغى تقدم المنتج أنت للمشاهد. جميل. ميب القضية أنك تطلع لي أنت تميل للمين ولا المين. ثلاثة في السوبر الإيطالي، ثلاثة في السوبر الأسباني، يبدو أن مباريات السوبر يعني اللي جات بعد كأس العالم مباريات مفتوحة ما فيها تحفظ. طبعا اول شيء اذا بنتكلم عن المباراه نتكلم عن الكلام انه القدره على تنظيم 4 أو 5 احداث عالميه في اقل من شهر وفي نفس المكان، هذا شيء كبير جدا. تتكلم عن بطوله تنس، تتكلم عن داكار، تتكلم عن سوبر ايطالي، سوبر اسباني، بطوله موسم الرياض، تتكلم عن بطولات قادمه، فورمولا اي بعد اسبوعين، طواف العلا، يعني أحداث عالمية كثيرة قاعدة يوم عن يوم تجي للسعودية، وكلها الحمد لله تكون بأعلى درجات التنظيم، اللي نتمنى إن شاء الله أن يتوج باستضافات أكبر وأكبر في قادم الأيام. جميل. إذا بتكلم عن الدوري الإيطالي طبعاً أول شيء نبارك للأنتراويين وخاصة زملائنا الإعلاميين اللي يشجعون الأنتر، ونقول هارد لك لمشجعين الإي سي ميلان وخاصة من الأحباب الإعلاميين. لكن نتكلم عن الدوري الإيطالي اليوم، نابولي فارق بشكل كبير، فارق عن الإي سي ميلان اللي هو الثاني بتسع نقاط، فارق بثلاثين هدف في ماله ما عليه، يعني واضح أن الدوري رايح لنابولي بشكل كبير. باقي مباراة ينتهي الدور الأول، نابولي أظن 47 وإي سي ميلان 38 أو 39، فأنت تتكلم عن جاب كبير بين نابولي وبقية الفرق. نجي مباراة اليوم، صراحة كنت متوقع أن إي سي ميلان يكون أكثر شراسة، خاصة أنه حامل اللقب، هو بطل الدوري، لكن للأسف ما أدى أي شيء غير المهاجم البرتغالي لياو. ما في أي لاعب. أنا شفت الشوط الأول بعد أساس ارتباطنا بالبرنامج، لكن الشوط الأول كامل
كان الأنتر يلعب يعني كل فريق الأنتر ما تدري من النجم. على الجهة الثانية تجي الأسي ميلان ما في ولا واحد كان هذا هو اللي كان يحاول أنه تحس أنه قاعد يحاول يؤدي مباراة، البقية كلهم خارج الخدمة. أنا أشوف أن المدرب له دور كبير في الجانبين. أسي ميلان يمر بمرحلة انعدام وزن، نبارك الأنتر ميلان وإن شاء الله معوضين خير الأسي في القادم. نطوي صفحة الأحداث العالمية في هذا في حلقة اليوم، نروح لمسابقتنا المحلية دوري روشن يوم غد تنطلق فيه الجولة 14. نتعرف على أرقام الجولة وأرقام الأندية فنيا قبيل هذه الجولة. لم يلتقي العدالة والباطن في تاريخ مواجهات دوري المحترفين من قبل، وستكون هذه المواجهة الأولى بينهما. لم يحقق الباطن أي فوز في أول 5 مواجهات له أمام أندية الأحساء، تعادل في 3 وخسر 2، لكنه حقق الفوز في 3 من آخر 6 مواجهات بالمسابقة. 8 مواجهات سابقة جمعت الاتحاد والفيحاء في دوري المحترفين، ولم تنتهي أي من هذه المواجهات بالتعادل، وتقاسم كلاهما الفوز بأربع مباريات. انتصار وحيد حققه الفيحاء أمام أندية جدة خارج أرضه بدور المحترفين خلال 8 زيارات له للمدينة، تعادل في 3 وخسر 4، وكان الانتصار الوحيد على حساب الاتحاد بهدف نظيف عام 2017. يبتعد عبد الرزاق حمد الله عن مئويته الأولى تهديفياً في دوري المحترفين بفارق 3 أهداف، إذ سجل حتى الآن 97 هدفاً خلال 98 مباراة، وإن نجح في تحقيق ثلاثية هاتريك في هذا اللقاء فسينضم للنادي المئوي للأهداف مع عمر السومة وناصر الشمراني ومحمد السهلاوي. يتفوق الخليج على الرائد خلال 6 مواجهات سابقة بدوري المحترفين، إذ فاز في أول 4 مباريات مقابل انتصارين للرائد في آخر مواجهتين بينهما. نجح الخليج في التسجيل خلال جميع مواجهاته أمام الرائد بتاريخ دوري المحترفين، مسجلاً 11 هدفاً خلال 6 مباريات. لم يسجل فراس البريكان أهدافاً في دوري المحترفين أكثر من التي سجلها في مرمى ضمك بواقع 4 أهداف. سجل فاروق شافعي هدفين في آخر مباراتين لضمك في دوري المحترفين، ويتطلع للتسجيل في 3 مباريات متتالية له للمرة الأولى في المسابقة. لم يخسر الشباب في آخر 5 مواجهات له أمام أندية بريدة في دوري المحترفين، فاز في 4 وتعادل في 1، واهتزت شباكه بهدفين فقط خلال هذه المواجهات، وكانت شباكه قد استقبلت 12 هدفاً في 5 مواجهات أمام هذه الأندية قبل ذلك بالمسابقة. يتطلع مهاجم التعاون توامبا لتحقيق الفوز 50 له في دوري المحترفين، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ التعاون يصل لهذا العدد من الانتصارات في المسابقة بعد ساندرو مانويل وجهاد الحسين. ستكون هذه المواجهة الأولى بين الوحدة والطائي في دوري المحترفين، تواجها في دوري الدرجة الممتازة في 36 مباراة، ويتفوق الوحدة ب 14 انتصاراً مقابل 11 للطائي، وتعادل في 11 مباراة. لم يحقق أبها الفوز على أندية الرياض في آخر 7 مواجهات بدوري المحترفين، تعادل في 2 وخسر 5، بما في ذلك خسارته في آخر 4 وعدم تسجيله لأي هدف في آخر 3 من هذه المواجهات. لم يخسر الهلال في آخر 5 مواجهات أمام أندية عسير بدوري المحترفين، فاز في 3 وتعادل مرتين، وهي أطول سلسلة له من عدم الخسارة أمام هذه الأندية بالمسابقة. ولم يخسر الهلال عند استضافته لهذه الأندية سوى مرة واحدة، كانت أمام أبها في فبراير 2021. انتصار وحيد حققه الاتفاق في آخر 8 مواجهات أمام أندية الرياض في دوري المحترفين، فاز في 1 وتعادل في 4 وخسر 3، وكان هذا الانتصار على النصر بهدف نظيف في أكتوبر 2021. لم يخسر النصر في آخر 15 مباراة له خلال شهر يناير بدوري المحترفين، فاز في 10 وتعادل في 5، وحافظ على نظافة شباكه في آخر 6 مباريات بهذا الشهر.
النصر أقل فريق استقبل أهدافاً في دوري المحترفين منذ استئنافه في شهر ديسمبر 3 أهداف. في المقابل فإن الاتفاق أقل من سجل خلال هذه الفترة من المسابقة ب3 أهداف بالتساوي مع العدالة. الاتفاق أحد 4 فرق لم ينجح مهاجم النصر تاليسكا في هز شباكها بدوري المحترفين حتى الآن، إلى جانب الاتحاد والتعاون والخليج. أهلا بكم من متابعينا. بالتأكيد يوم غد ستنطلق الجولة 14 من دوري روشة للمحترفين، هناك مباراتان، نتعرف على توقيت ومكان هالمباراتين في التقرير الجاي. تفتتح مساء غد الخميس مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا العدالة والباطن على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة 3:30 عصرا. فريق العدالة يتواجد في المركز 15 ب8 نقاط، بينما يحتل الباطن المقعد الأخير بنقطتين. وكان العدالة قد خسر في الجولة السابقة أمام الهلال في الرياض بهدفين دون رد، فيما خسر الباطن على أرضه من الاتحاد بهدفين لهدف. يقود الدفة الفنية لفريق العدالة السلوفاكي مارتن سافيلا، الذي خاض مع الفريق 5 مباريات، انتصر في 1 وتعادل في أخرى وخسر في 3. أما الباطن فيتولى الإشراف عليه فنيا الكرواتي ألين هورفات، الذي قاد الفريق في 13 مباراة لم ينتصر في أي منها وتعادل في 2 وخسر في 11 مباراة الباقية. وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق الاتحاد شقيقه الفيحاء على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 6:00 مساء. فريق الاتحاد يتواجد في المركز 3 ب28 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المرتبة 12 ب15 نقطة. وكان الاتحاد قد كسب في الجولة السابقة فريق الباطن خارج أرضه ب2 هدفين لهدف، فيما تغلب فريق الفيحاء على الرائد في بريدة ب4 أهداف لـ2. يقود الاتحاد فنيا البرتغالي نونو سانتو، الذي أشرف على الفريق في 13 مباراة، انتصر في 8 وتعادل في 4 وخسر مواجهة واحدة. أما الفيحاء فيقوده فنيا الصربي فوكراسوفيتش، الذي أشرف على الفريق في 13 مباراة، انتصر في 4 وتعادل في 3 وخسر في 6 لقاءات. أيضا نتعرف وإياكم على سجل صانعي الفرص و خلنا نقول القريبين من الأهداف حتى الجولة 13. ايضا قبل ما نختم، اول خلوني اختم اول بعدين اقول لكم ايش صار امس. شكرا ماجد التويجري، شكرا عيد الثقيل، شكرا ابو نايف، شكرا جزيلا سويد، وشكرا ايضا لاحمد العقيق شرب عبد العزيز، يا هلا ولكم وللساده المشاهدين. يوم امس كان ايضا حدث عالمي تنتظره المملكه العربيه السعوديه، تحديدا في شهر فبراير نتحدث عن كاس السعوديه للفروسيه. هذا الحدث العالمي كان لشرف حضور المؤتمر الصحفي لهذه المناسبه ولبرنامج كوره. بالتاكيد حدث عالمي وردود فعل واسعه تضاف الى الاحداث العالميه اللي تكلمنا فيها اليوم وكل الاحداث العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. سأترككم مع موجز لهذا المؤتمر الصحفي. يوم غد نلتقيكم إن شاء الله في 11:30 في موعد جديد لبرنامج كورة. تصبحون على خير. كشف المؤتمر الصحفي في نادي سباقات الخيل عن تفاصيل النسخة 4 من كأس السعودية تحت شعار نسابق العالم، والذي يجسد رؤية المملكة في تعزيز مكانتها الدولية في المجال الرياضي
وتقرر أن ينطلق السباق الأضخم في فبراير المقبل على مدار يومين في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية. هذه النسخة شهدت إقبالاً كبيراً بأكثر من 1400 للمشاركة في أغلى سباق خيل بالعالم. تعير قيادة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للرياضة بشكل عام ورياضة ورياضات الفروسية بشكل خاص. والتوجيه من القيادة هو أن نحول بيئة سباقات الخيل هنا في المملكة العربية السعودية من المستوى المحلي إلى الإقليمية والعالمية بتبني المعايير الدولية في التنظيم والتحكيم، بالإضافة إلى رفع مستوى الجياد وبيئة سباقات الخيل هنا في المملكة. وعملنا على هذا الأساس طوال السنوات الأربع الماضية، وبتضافر الجهود من قبل الأخوان والأخوات هنا في نادي سباقات الخيل استطعنا أن نحدث تغيير في هذه البيئة، طبعا دعم القيادة وإشراف سمو ولي العهد كان له أثر كبير. تجاوز مجموع جوائز الدورة الرابعة من البطولة 35 مليون دولار، على أن يكون شوط كأس السعودية المصنف في الفئة الأولى عالميا هو الأغلى بـ20 مليون دولار. رفع قيمة الجوائز على مدار الموسم ابتداء من الصيف في الطائف، انتهاء يعني احنا بنبدا من شهر 6 ميلادي وننتهي في شهر 3 ميلادي من السنه اللي بعدها هنا في الرياض. فرفع قيمه الجوائز، استحداث سباقات دوليه مثل كاس السعوديه والاشواط المصاحبه لها، بالاضافه الى 3-4 اشواط دوليه تقام على سبيل يعني المثال وليس الحصر، عندنا بعد أسبوعين كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين، كما تعلم هو 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 سباق مؤهل لكأس السعودية، ويصحب عدة أشواط أخرى مؤهلة أيضا للأشواط المصاحبة لكأس السعودية. فرفع مستوى الجياد، فتح المملكة العربية السعودية للمشاركة الدولية، استحداث سباقات دولية، الاهتمام ببيئة سباقات الخيل والالتزام بالقوانين والأنظمة الدولية لقيت تجاوب سريع من قبل الاتحاد الدولي لسباقات الخيل، ورفع تصنيف المملكة من المجموعة الثالثة إلى المجموعة الثانية. وبحول الله إن شاء الله في المستقبل منظور أنه يستمر هذا التعديل إلى المجموعة الأولى، وهو هدفنا هنا في نادي سباقات الخيل، وهو التوجيه اللي حصلنا عليه من قبل القيادة. نادي سباقات الخيل يعمل في الفترة الأخيرة على تطوير البنية التحتية استعداداً للنسخة القادمة. البنية التحتية نحن زدنا طبعاً الطاقم حقنا، المجموعة اللي موجودة عندنا الحمد لله زادوا علينا شباب وشابات سعوديين كثار، شابات كثار كمان بالتحديد، أنا جداً فخورة وسعيدة فيهم وشغلهم وإبداعهم. في مباني وليس مبنى واحد، مباني جديدة طالعة كلها ما شاء الله تبارك الله بدعم من الأمير بندر بن خالد الفيصل، بس فيها مطاعم جديدة، فيها صوالين وسويتات جديدة، في المبنى طبعا الملكي اللي هو كمان أيضا جديد. فبإذن الله حتى الميدان نفسه حتلاقي أنه القرية الموجودة أكبر وأفخم بإذن الله، وإن شاء الله أنها تنال بإعجاب الناس إن شاء الله. النسخ الماضية من كأس السعودية حققت نجاحاً باهراً على مستوى السباقات، إضافة إلى التنافسية في الفعاليات المصاحبة التي حولت الحدث إلى عرس ثقافي مبهر. وزارة الثقافة داخلة كشريك لنا، ففي أشياء كثيرة موجودة، في طبعا كل الأشياء اللي تعودت عليها من اللبس التقليدي والتراث والأشياء هذه كلها موجودة بزيادة، وفي مفاجآت إن شاء الله يا رب. فبإذن الله كل اللي بيجون بيعجبهم إن شاء الله يا رب. ونحن جدا مهم بالنسبة لنا كمان طبعا هذه عبارة عن صورتنا للعالم الخارجي، نحن زوارنا يجون من حول العالم كلهم.